مفروشات العرايس في المكان ده ببلاش، المكان ده كنز لأي عروسة بتجهز الحاجات اللي بتشوفها بألافات وبمبالغ خزعبلية، الحاجات التركي والأسباني والمصري، الحاجات النظيفة كلها اللي بتشوفوها هتلاقوها في المكان ده والله برخص التراب. طقم الملايات هناك بيبدأ من 150، وطقم الفوط بيبدأ من 150، وكمان الكوفرتيات والبطاطين واللحفة وكل حاجة هناك. تعالوا نشوف. ده مفرش العروسة يا جماعة، هو ده مفرش فوق الروعة، مفرج هو معمول معقولة من بالذهب النص، أصلا. وفي منه على فكرة كذا درجة، وفي منه كذا ستايل، تقريبا إن هو متطلس معاكم من فوق من هنا، والمقاس بتاعه كبير، ده في السنين مترين. طب هي الخامة بتاعته إيه؟ ده قطن فشانيليا، على فكرة الخامة بتاعته عملي جدا، يعني ينفع تتغطي بيها، يعني أنت الفلوس اللي هتدفعيها تستخدميه كمفرش وتستخدميه ككوفرتة، اتنين في واحد. ده ماتريال إيه؟ ماركة إيه؟ ده تركي، كل المفارش هنا تركي يا جماعه، في منها اسعار كتير جدا، الاسعار هنا بتبدا من اول 450 فيما فوق، في رنجات كتير. يعني مفرش العروسه بيبدا هنا من 450؟ من 450 فيما فوق، انا شعري يا ساره زي ما هو، بنت الوزير هتتجهز وبنت الراجل غلبانه هتتجهز. العنوان بسرعه ورقم التليفون. العنوان بتاعنا لو انت جايه من اي محافظه ان شاء الله ونزلت محطه رمسيس من جنب مسجد الفتح هتتابع عربيات الغوريه باذن الله. لو انت جايه مثلا من القاهره وتركبي مترو هتنزلي محطه العتبه، ومن جنب محطه العتبه هتركبي عربيه الغوريه، هنزلي على اول شارع الغوريه، هتخش شارع الغوريه ان شاء الله بحوالي 100 متر هتلاقي على ايدك اليمين محل الطرابيشي، وعلى ايدك الشمال في حاره، الحاره دي اول حاره شمال يا جماعه، هتخش الحاره دي حوالي 20 متر هتلاقي على ايدك الشمال محل البن، احنا جنب محل البن يا جماعه. خدوا بالكم يا جماعه، في ناس هتقابلكم في الطريق سماسرة، السماسرة يا جماعه بيوقفوا هيقولوا لكم احنا المؤسسه الدوليه، ويعيني ناس والله العظيم ست طيبه جت من البلد اشترت حاجتين او ثلاث حاجات دبسوها في مبلغ وقدره، يعني انت بتتكلم في 10000 جنيه. اقول لك على حاجه برضو، حاجه تشوفوها اتاكدوا يا جماعه ان في اسانسير يا جماعه. بصوا احنا هنا في اسانسير، في اسانسير يا جماعه، ده اسانسير، ده شكل الاسانسير بتاع الاسانسير، حيطه يا جماعه فين بقى، واول لما تلاقوا رامي هو ده رامي، انا موجود هنا، يبقى دي كده المؤسسه الدوليه. العريس دي كلها اخواتي والله، احلى واجب واحلى عروض ليكم والله العظيم. شغال شغال. اطفال ده بالملايه يا اطفال، ده كم قطعه؟ ده بيبقى الكوفرتيكين واتنين ملايه الخدادات بتاعتهم، بصوا الشكل منها عامل ازاي يا جماعه. طفل. اللي انا هفرجه لكم ده يا جماعه في منه ديزاينات كتير، في منه ديزاينات كتير واشكال كتير بالوان مختلفه، بصوا ده اطفال اتنين مع بعض. في برده عندي حاجه ثانيه زي كده، بسم الله، بصوا والله انا عاجز عن الكلام، ده اطفال، ده اطفال في منه الوان مختلفه زي ده الكوفرتا. اللي انا هفرجكم عليه ده ينطبق عليه ان هو في منه الوان مختلفه وفي منه اشكال كتير جدا، اللي عايز يشوف اكتر واكتر يجي شرفنا في المؤسسه الدوليه، كل حاجه حلوه يا جماعه. عندك دوت بص شكله عامل ازاي، برده عندي زي كده، وعايز اقول لك برده يا ساره في فرق بين الكوفرتا بالملايه وبين الملايه لوحدها، عشان الكلام ده بيحصل، وده تحفه ولونه حلو قوي وشغله مختلف اصلا، تحفه تحفة. الملايات عندك بتبدا من كام يا رامي؟ الملايات عندي بتبدا المشجر من اول 150 جنيه، 150 جنيه يا جماعه، وانت طالعه 250، كل حاجه هتوجد لقاها هنا في المؤسسه الدوليه. انا شعاري زي ما هو يا ساره، بنت الوزير هتتجهز وبنت الراجل الغلبان هتتجهز، واحلى هدايا واحلى واحلى عروض. ربنا يوسع عليك، عايز اقول لك ان انا اعمل لك عرض بخصوص والله، ربنا يوسع عليكم يا رب. بصوا البنك ده لاول مره، لو ركزت بقى غير المختلف، اول مره الملايه تنزل فيها شغل كبير. بصوا عامله ازاي الشغل ده، ما كانش بينزل، كان بينزل مشجر او ساده، دي لاول مره نازله معاك تطريز. تمام، بصوا عامله ازاي، منها مفرش ومنها كوفرت، حاجه الله اكبر عظمه يعني. وبرده ديت اخر واحده، بس في حاجات كتير جدا، بس انا مختصر عشان وقتكم يا جماعه. بصوا شغلها عامل ازاي، الله اكبر عليها، حتى الشغل بتاعها والتفاصيل بتاعتها حاجه رايقه جدا، بس اهم حاجه يا جماعه اللي هيشرفنا يا جماعه باذن الله يخلوا بالهم السماسره، السماسره السماسره يا جماعه، ثم السماسره ده بيضحك عليك يا جماعه وبيدخلكم اي محل، تمام، ويضحك ويطلع عليك مصطلح البلد كده، وخلي بالكم اتاكدي ان انت هنا في المؤسسه الدوليه يا جماعه، لان في ناس كتير بتتكلم باسمنا. ده الكارت بتاعنا اهو يا جماعه، ده الكارت بتاعنا، وهتيجوا هتلاقونا هنا، خدوا سكرين شوت يا جماعه، اهو يا جماعه الكارت، خدي سكرين شوت، خدي رامي سكرين شوت، عشان لو ما لقيتيش رامي باذن الله، لو ما لقيتيش رامي في المحل اعرفي ان انت في مكان غلط. والمحل دوت الوحيد يا جماعه اللي فيه اسانسير، فيه اسانسير. ايه البطانيه التحفه دي يا رامي؟ يا جماعه دي بطانيه اسباني، يعني اذا ذكرت الاسبان يعني اجود انواع البطاطين، مورا اكليريك دي مورا وليست مورانو، عشان خلي بالكم المورانو يا جماعه الماركه التقليد المصري، اما المورو دي اسباني. بصوا يا جماعه اتاكدوا ان ديت اهي، بصوا المورو اسباني، لكن المورانو مصري. بصوا يا جماعه شغلها عامل ازاي، وعلى فكره يا جماعه البطاطين عندك بتبدا هنا من كام يا رامي؟ البطاطين عندي بتبدا معاكم اول 450 فيما فوق. بصوا يا جماعه
كل حاجه. يعني انت عندك البطانيه بتبدا من 450 لناس الحمايه، بتبقى اقل من كده بس ما بشتغلش فيها. لا بس يا جماعه ما بشتغلش فيها. عايزه اقول لكم على حاجه، انا واحده من الناس لو انا عجبتني حاجه وزياده لقيت حاجه نظيفه يعني مثلا ب 600 700 جنيه وقدامي ام 400، لو انا الحاجه والخامه اعلى لا انا اجيب الغالي. في مثل بيقول لك يا ساره الغالي رخيص. اه الغالي رخيص ثمنه فيه يعني مره واحده بس. حاجه عايز اقول لك انا فعلا كل ما اجيب الحاجه اللي ثمنها فعلا وقيمتها كويسه بتعيش معايا سنين يا رب. بتعيش معايا سنين ما بتترميش. وبرده في حاجه انا عايز اوصلها لكم يا جماعه، مفهوم البطانيه يا جماعه اهم حاجه نسبه الاكريليك في البطانيه. في ناس فاكره ان البطانيه كل ما كانت تقيله بتدفي، مفيش الكلام ده يا جماعه. اهم حاجه نسبه الاكريليك. انا عندي حاجه رقم واحد ب 3000 جنيه وعندي حاجه ثانيه رقم واحد ب 400 جنيه، مفيش مقارنه. بتاعتها عامله ازاي يا جماعه؟ دي شكل ثاني من نفس مورا الاسباني الاسباني صح؟ والله بصوا الله اكبر عليا يعني، بصوا الحاجات دي عامله ازاي. بصوا بصوا الشغل بتاعها. بصوا يا جماعه عايز اوريكم بس التيكت بتاعها عامله ازاي عشان تتاكدوا. هي بتدي كذا لون، اللون الكافيه والاوف وايت 2 3 4. بصوا يا جماعه دي مورا الاسباني. مورا الاسباني اسباني يا جماعه، دي حاجه الله اكبر يعني دي اتفاجئت بيها في القطب الشمالي. وادمتم الحاف ده تحفه التحفه. ده مع ال اسمها ايه؟ ده المدفع. صاروخ ولا المدفع؟ ده المدفع. ودي الخداديه. ودي الخداديات بتاعته. بصوا وهو اللي حاف الله اكبر خمس قطع. لا وعايز اقول لك على حاجه ان هو بيديكي اصلا شكل المفرش. بص خامته. بص ده دبل فيس ولا ده دبل فيس؟ بصي الوش التاني بتاعه فارو شوف ساده. وبص عايز اقول لك بص الحركه دي. بص ده بصي ده فايبر رول واحد يا جماعه، اظن ما فيش اصلا في الدنيا غساله تعمله كده. بصوا ولا كان في اي حاجه خالص، رجع زي ما هو، ده غير ان الماس بتاعه كمان كبير. طب اللحاف عندك بيبدا من سعر كام يا رامي؟ عندي بيبدا معاكي من اول 800 جنيه فيما فوق يا جماعه، رينجات مختلفه، حاجات اسباني. بصوا يا جماعه ده كل اللي انتوا شفتوه دوت نقطه فحل يا جماعه، اللي عايز يتفرج اكتر واكتر يجي يشرفني هنا في المؤسسه الدوليه. كل حاجه في كل دي الحفه يا جماعه، في عندكم حاجه فرو زي كده، في اللي عايز حاجه مطرزه برده منها فيها زي كده شغل ليزر. بصوا يا جماعه هنا ثلاث ادوار، دور للحفه والبطاطين ودور للفوط والبشاكير والبرانس زي ما انتم شايفين، وكمان دور للملايات. يلا بينا نطلع. بس اهم حاجه تاكدوا ان انتوا هنا في المؤسسه الدوليه يا جماعه. اللحاف ده ما شاء الله تحفه. بصوا كده الحاجه، احنا كده في اول دور وادي الاسانسير، هنطلع بقى نشوف الادوار اللي فوق. يلا بينا هنطلع ان شاء الله الادوار اللي فوق. في فوق اول دور ايه هنطلع؟ ايه هنطلع الملايات باذن الله. طب يلا بينا اتاكدوا الاسانسير اهو. يلا بينا انا هدخل اهو الاسانسير. انا معاهم انا اهو انا اهو في الاسانسير. كده يا جماعه احنا داخلين اهو الملايات بقى. بصوا هنا مصنع ملايات، مصانع. ده اسمه عالم الملايات يا جماعه. عالم الملايات من اول كل حاجه يعني. بصوا يا جماعه بصوا الشكل عامله ازاي. الله اكبر. بصوا حاجات الله اكبر تحفه لسه نازله جديده على فكره. الله اكبر الله. بسم الله. والوانها حلوه قوي، اشكال كتير جدا. كل وايه الرصاص دي قلبتها حلوه قوي بصراحه. بس كده يا سلام اللي انت عايزها شيك قوي وبنت ناس في نفسها. انا حسيتها حاجه الله بنت الناس بتبان يا جماعه. الله اكبر. تعالي بقى جوه كده، تعالي جوه ده في حاجات ثانيه جوه. تعالي احنا كده يا جماعه. بصوا هنا، بصوا دي كلها. انت اي طقم يخطر على بالك، التركي والهندي والفستقي، اي عروسه تحلم وتسرع بخيالها وهتحقق احلامها هنا في المؤسسه الدوليه يا جماعه. بصوا في اشكال كتير جدا يا جماعه. بصوا حاجات زي كده عامله ازاي. ده عسول قوي. ماشي. بصي ده لسه في حاجات عسوله كتير قوي. اللي عايز مطرز بصوا الدرجات يا جماعه. دي مقفوله. بصوا عامله ازاي، في حاجات كتير. بصوا دي عامله ازاي، ده تحفه يا جماعه. بصوا بصوا الجمال ده، جميل قوي. ده رقيق وابن ناس بشكل غير طبيعي ولونه حلو قوي، لون البطيخ ده. بصوا تريز عامل ازاي. بص دوت كده. بصوا يا جماعه تحفه التحفه. بص بص عايز اقول لك على حاجه، احنا حاجات الله اكبر مفيش بعد كده جمال يعني. بص عامل ازاي مفيش بعد كده جمال يعني. اللي عايز برضه بص ازاي حاجات. بص عامله ازاي تريزات. في عندي حاجه زي كده. بسم الله دي جميله قوي الجراي. في لا قرب دي كده يا رامي. ماشي تمام. بصوا يا جماعه انتوا هتيجوا دي في منتهى الشياكه، في حاجات كتير جدا يا جماعه. انتوا هتيجوا هنا المؤسسه الدوليه هتلاقوا كل الحاجات اللي مش موجوده بره. بنت الوزير هتتجهز وبنت راجل غلبان زي حياتها. طب يا جماعه هنا الفوط، ادي فوط الاطفال ما شاء الله، وفوط الكبار البرانس. عايز اقول لك ان من كتر الاشكال في حاجات مش معروضه. ادي الفيل اهي، وادي الكرتونه اهي. في حاجات على فكره كمان يعني مش معروضه. بصوا الفيل. بصوا الحاجات دي عساسيل قوي. بصوا الديزني دي جميله قوي. بصوا كده تعالى ده في عالم تاني. بصوا بقى الكبيره البشاكير بقى والبرانس بقى والفوط. بصوا يعني انت هتزيني بلابك بنفسك. جميع الماركات يا جماعه موجوده هنا. الايطالي والمصري والاسباني والتركي، جميع الماركات العالميه موجوده كل حاجه. بصوا كده اهو،
انا مش عايزه اطول عليهم عشان باقتهم يا رامي. هم شايفين، هم شايفين. بصي عشان بس نختصر معاكم يا جماعه، اللي عايز يشوف اكتر واكتر يجي يشرفني في المؤسسه الدوليه وهيلاقي حاجات كتير هنا. عندك كنز من الفوط، كل اللي بتعلمي بيه الغالي والرخيص كله هتلاقيه، برانس نص بشكير، بشكير كل حاجه. اقول العنوان سريعا برضو يا جماعه، اللي جاي ان شاء الله من اي محافظه ان شاء الله نزل محل رمسيس ان شاء الله هينزل كان من جنب مسجد الفتح عربيات الغوليه. طب لو انت جنب الكاميرا ركبت مترو هتنزلي ان شاء الله محل العتبه، تركب عربيات الغوليه هتنزلك على شارع الغوليه. خلي بالكم يا جماعه من السماسره، دخلت شارع الغوليه اول حاره شمال هتمشي 20 متر هتلاقي محل البن، عليك الشمال احنا جنب محل البن يا جماعه، خلي بالكم من السماسره، شوفوا وشكم على خير.